طيب اعزائي المشاهدين فضائيه العراق التربويه، اعزائي طلبه الصف الرابع العلمي، درسنا لهذا اليوم هو الحقن في درسنا السابق حيث شرحنا العوالم الخمسه حسب تصنيف العالم روبرت ويتكر، والان سوف نتطرق الى بعض المخططات وبعض التصانيف الحديثه حيث صنفت الممالك الى سته ممالك وهي تعال معي اعزائي الطلبه وسوف نلاحظ حديثا يرى الباحثين اعتمادهم على سته ممالك وهي الكائنات الحيه حيث تبتدئ بدايه من الخلايا المبكره النواه احافير دقيقه ثم السلف المشترك الذي يعطي كل من البكتيريا الحقيقيه والبكتيريا القديمه ثم اصل حقيقيه النواه الذي يشمل الطليعيات والنباتات والفطريات والحيوانات. اذا اعزائي الطلبه هذا التصنيف الحديث الذي يعتمد على سته ممالك. نعود اعزائي الطلبه ونبين هنالك مثال عن المملكه النباتيه والمملكه الحيوانيه، حيث تم اخذ نبات الصنوبر كمثال عن المملكه ال النباتيه والانسان كمثال على مملكه الحيوان نلاحظ عزيزي الطالب انه نبات الصنوبر هو من مملكه النبات من شعبة النباتات الوعائيه صنف المخروطيات رتبه كونفيرلاس وعائله النباتات الصنوبريه وجنس الصنوبر ونوع لونجيفا والاسم العلمي له هو بانياس لونجيفا. نعود أعزائي الطلبة ونأخذ الإنسان هو ينتمي إلى مملكة الحيوان شعبة الحبليات، صنف اللبائن ورتبة اللبائن المتقدمة وعائلة الإنسانية وجنس الإنسان ونوع سيبيانز. والاسم العلمي للانسان هو هومو نعود اعزائي الطلبه وننتقل الى موضوع اخر وهو تنوع الكائنات الحيه نلاحظ اعزائي الطلبه انه ان عدد الانواع للكائنات الحيه على الكره الارضيه بما فيها من انواع بيئه اليابسه والبيئه المائيه غير محدد بدرجه دقيقه وذلك يعود إلى الاكتشافات المستمرة لأنواع جديدة، فضلاً عن أن هنالك مناطق عديدة في العالم لا تزال غير مدروسة بشكل كامل، مثل: الغابات المطرية الاستوائية. إذاً أعزائي الطلبة، هذا ممكن يأتيك بشكل تعليل لماذا انواع البيئه اليابسه اليابسه والمائيه غير محدده بشكل دقيق هذا يعود الى الاكتشافات المستمره لانواع الكائنات الحيه بالاضافه الى ان هنالك عدد من المناطق الغير مدروسه كما في الغابه المطريه نعود اعزائي الطلبه ونبين ان التقديرات لعدد الانواع الكلي للكائنات الحيه المعروفه تصل الى ما يقرب من المليون ونصف نوع ويمكن زياده العدد على ذلك أضعافا مضاعفة عند اكتشاف الأنواع الأخرى غير المعروفة في العالم أيضا هنالك أعداد إلى البدائيات والأوليات أعزائي الطلبة وسوف نلاحظ أعدادها بالإضافة إلى النباتات والحيوانات لاحظ عزيز الطالب أنه يصل عدد الأنواع المعروفة والتابعة لمملكتي الأوليات البدائيات والفطريات إلى 100 ألف نوع بينما يصل عدد الانواع في مملكه الطليعيات الى 60 الف نوع اما مملكه النبات فيبلغ عدد انواعها اكثر من 270 الف نوع ويتجاوز عدد الانواع في المملكه الحيوانيه المليون نوع ناتي اعزائي الطلبه الى العوامل التي تؤثر على التنوع الاحيائي فهنالك عوامل ايجابيه وسلبيه ننتبه عليها اعزائي الطلبه لانها مهمه جدا نلاحظ أنه يتأثر التنوع الأحيائي إيجابيا بعوامل عدة مثل تغيرات فيزيائية لمواطن الكائنات الحية تقود إلى ازدهار المغذيات نتيجة سقوط الأمطار أو تدفق المياه إلى بركة ما واعتدال درجة الحرارة أو بتعبير آخر تحسن ظروف البيئة كما أن هنالك عوامل أخرى تميل إلى تقليص التنوع الأحيائي هنا أعزائي الطلبة سوف يدخل على العوامل السلبية التي تؤدي إلى تقليص التنوع الأحيائي لاحظ عزيز الطالب تشمل الأنواع التي تؤدي إلى تقليص التنوع الأحيائي تشمل إدخال أنواع غريبة قادمة من مناطق أخرى إنشاء المدن السكنية ازدهار الزراعة من خلال توسيع الرقعة الزراعية وهذه كلها تقلل من فرص التنوع الأحيائي حيث تعمل على تقليص عدد مواطن الأحياء أعزائي الطلبة يقصد بالأنواع المنتقلة من مناطق أخرى ممكن أن تكون هنالك حيوانات في مكان معين ويقوم بجلب حيوانات من مناطق أخرى هذه راح تأثر عليها وتعتبر طبعا هي من العوامل السلبية أيضا التقدم الصناعي عزيز الطالب يسبب استهلاكا كبيرا لموجودات البيئة وبشكل الذي يغير طبيعتها ولا يخفى على احد ما لتاثير مخرجات المصانع من تاثير سلبي على البيئه وبالتالي التاثير على التنوع الحيوي حيث اصبح العديد من الانواع غير قادر على تحمل الظروف البيئيه القاسيه من خلال النقص الكبير في موارد البيئه الاساسيه. ننتقل اعزائي الطلبه الى موضوع اخر و يوضح من خلاله ننتقل إلى صورة أعزائي الطلبة توضح هذه الصورة العلاقة بين التنوع الأحيائي وحجم الكائنات الحية والوفرة لاحظ أعزائي الطلبة هنا شكل واحد سبعة بعض الأنواع المعروفة من الكائنات الحية التي تعيش على الأرض مع الأشكال التوضيحية انتبه عزيز الطالب ذات القياس المتناسب مع وفرتها يعني لاحظ هنا احنا حشره النمل لاحظ الحجم الكبير الها هذا يدل على وفره حشرات النمل بكثره واحنا لا يخفى علينا احنا نلاحظ انه النمل منتشر انتشار بكثره في حدائق المنازل وفي الحدائق العامه احنا دائما اكثر الحشرات اللي نشوفها امام عيوننا هو النمل وايضا نلاحظ انه النباتات تكون اصغر حجما ثم تنتهي اصغر حجم هو الثدييات يتبين بأن الثدييات تشكل جزءا صغيرا جدا من التنوع الأحيائي. الحشرات والنباتات تشكل نسبة كبيرة من هذا التنوع. لاحظ هذه هي النباتات وهنا الحشرات وحسب الحجم الكبير هذا يؤكد ويبين وفرتها ويبين تنوع الكائنات الحية. إذا أعزائي الطلبة ننتقل إلى مثال على الوفرة لحشرة العث انتبه عزيز الطالب عند النظر إلى الشكل واحد ثمانية طبعا الشكل واحد ثمانية راح أبين لكم إياه بعد قليل هذا الشكل يبين أربعة مناطق منطقة أليف ومنطقة باء وجيم ودال هنا جم تم عفوا جمع أربعة أنواع من حشرة العث من أربعة مناطق مختلفة لاحظ عزيز الطالب عند النظر إلى الشكل واحد ثمانية تظهر فيه عدد من أفراد أربعة أنواع من حشرة العث تم جمعها من أربعة مناطق، أي أربعة مواقع مختلفة، حيث يتضح من الشكل أن المنطقة أليف ذات تنوع أكبر من التنوع في المنطقة باء، ولكنها أقل من التنوع في المنطقتين جيم ودال، ومن الضروري معرفة أن عدد أنواع الكائنات في موقع معين، انتبه لي عزيزي الطالب، هذا تعريف مهم جدا، عدد أنواع الكائنات في موقع معين يمثل الوفرة، أو تمثل الوفرة. وفي هذا المثال تبلغ الوفرة في الأنواع الأربعة هي ثلاثة في المنطقة أليف، وواحد في المنطقة باء، وأربعة في كلا المنطقتين جيم ودال. ولإجراء مقارنة سريعة بين المناطق، يجد علماء التنوع في إن أغلب الأحياء بأن استقصاء الوفرة في الأنواع يعتبر طريقة مفيدة جداً في تقدير التنوع الأحيائي. نعود إليكم أعزائي الطلبة ونبين شكل واحد ثمانية والمناطق الأربعة وتنوع حشرات العث التي تم جمعها من أربعة مناطق تبه لي عزيزي الطالب لاحظ هذا الشكل أربع مناطق هذه هي المناطق الأربعة نلاحظ أن المنطقة أليف ثلاثة أنواع من حشرة العث رقم واحد رقم اثنين رقم أربعة والموقع باء ثلاثة ولدينا الموقع جيم الذي يتالف من اربعة انواع من حشرة العث. لاحظ عزيزي الطالب والموقع دال ايضا اربعة من حشرة العث، واحد اثنين ثلاثة، لكن نلاحظ انه النوع الرابع عدد الافراد اللي تعود للنوع الرابع اكثر من باقي الاعداد. اذا شكل واحد ثمانية وفرت أربعة أنواع من حشرة العث تم جمعها من أربعة مناطق مختلفة جغرافيا تشير إلى أنواع هذه الحشرة يتضح في الشكل المشار إليه في أعلاه وجود أربعة أنواع من حشرة العث في كل من المنطقتين جيم ودال إلا أن المجتمعات الأحيائية لحشرة العث في المنطقتين غير متكافئة لاحظ عدم تكافؤ توزيع حشرة العث أعزائي الطلبة يعني لاحظ إحنا هنا عندنا أربعة أنواع في المنطقة جيم أو الموقع جيم لكل نوع ثلاثة أفراد بينما الموقع دال لدينا أربعة أنواع لكن لكل نوع واحد يعني النوع رقم واحد أكو فرد واحد النوع رقم اثنين إلى فرد واحد النوع رقم ثلاثة إلى فرد واحد والنوع رقم أربعة إلى تسعة أفراد إذا أعزائي الطلبة يوجد فرد واحد في كل نوع من الأنواع الثلاثة في المنطقة دال إضافة إلى تسعة أفراد من النوع الرابع وعلى الرغم من ان الوفره في الانواع الاربعه والعدد الاجمالي للافراد 12 في كل من المنطقتين جيم ودال، فان علماء التنوع الاحيائي يتنبؤون بوجود سلوك متغاير في كل من المجموعتين الاحيائيه، ويحدد المتخصصون في التنوع عدد افراد الكائنات الحيه، انتبه لي عزيزي الطالب على هذا التعريف وهو عدد انواع الافراد الكائنات الحيه. عدد افراد الكائنات الحيه التي تنتمي الى كل نوع يمثل عمليه قياس يشار اليها بمصطلح التكافؤ وفي هذا المثال تتميز المنطقه ج بتكافؤ اعلى من المنطقه د اذا عزيزي الطالب ناكد على تعريف الوفرة اللي تمثل هي عدد انواع الافراد في موقع معين بينما التكافؤ هو عدد افراد الكائنات اما اما بالنسبه للتكافؤ فهو يشير الى هو عدد افراد الكائنات الحيه لكل نوع من الانواع المتوفره وكان مثال الاربع مناطق خير مثال على انتشار حشره العث ووفرتها الى هنا اعزائي الطلبه ننهي درسنا لهذا اليوم املين اللقاء بكم في درس جديد